بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على خير معلم وحكيم الذي علمنا أن هذه الأمة أمة خير وأمة عدل وأمة وسطية لا تعرف الذل ولا تعرف الهزيمة ولا تعرف الانكسار. مشاهدينا الكرام في كل مكان على قناة يمن شباب، تحية لكم، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة أو التغطية الخاصة التي تأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك في ثالث أيام هذا العيد المبارك، والذي من خلاله سنحاول أن نتواصل مع معظم الجبهات في مختلف الوطن الحبيب الذي فيه المقاومون الشرفاء الأبطال الذين يخوضون المعارك البطولية من أجل تحرير هذا الوطن. سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نتواصل معهم، أن نبقى معهم على اتصال، أن نطمئن على أحوالهم في محافظات تعز وفي مأرب وفي البيضاء وفي أكثر من جبهات القتال، في ميادين الشرف، في ميادين البطولة، في ميادين العزة والكرامة. هؤلاء الأبطال الذي من واجبنا ومن حقهم علينا على الأقل أن نطمئن عليهم وأن نعيش لحظات معهم وهم يذودون عن الأرض وعن العرض في مثل هذه الأيام المباركة التي تأتي تزامنا مع العيد 53 للثورة اليمنية المجيدة المباركة، ثورة 26 من سبتمبر التي أشرق فجرها في صبيحة مثل هذا اليوم، يوم 26 من سبتمبر عام 1962. ها نحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى 53 لتلك الثورة المباركة، ولكن احتفالنا في هذه السنة وفي العيد 53 هذه المرة في هذا العام يحمل ربما مشاعر مختلفة تحمل الكثير من الإيجابيات، إيجابيات كثيرة تجاه ثورة 26 من سبتمبر العظيمة كما يرى الكثير من المناضلين والكثير من الذين تحدثوا خلال هذا اليوم عن ثورة 26 من سبتمبر، وأبرزهم الكاتب محمد القادري الذي قال: رغم تمر به يمننا الحبيب من متغيرات ومشاهد وأحداث التي يعود أسبابها إلى تلك العصابة الطائفية وإلى تلك السلالة التي جاءت منتقمة من ثورة اليمن الخالدة ثورة 26 من سبتمبر، صحيح أن الانقلاب الحوثي قد استهدف ثورة 26 من سبتمبر وكاد أن يقضي على هذه الثورة، وهذا الأمر الذي يعتبر سلبا على الثورة، ولكن الانقلاب الحوثي قد تحقق أو قد استطاع أن يحقق إيجابيات كثيرة جدا لتلك الثورة أو لهذه الثورة، وأهمها هو معرفة أهميتها وعظمتها وحقيقة أهدافها ونبل مقاصدها وأسباب قيامها وإدراك قيمتها وشرف الدفاع عنها وعن مبادئها وعن مسيرتها. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة وفي هذه التغطية العيدية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك سنحاول التواصل مع جبهات القتال للإطمئنان عليهم ولمعرفة كيف مر عيد الأضحى المبارك عليهم وهم في جبهات القتال يدافعون عن أرض الوطن. أول اتصال السيد وهيب الهوري من تعز. وهيب السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم. أخي مهيب كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير إن شاء الله والشوف في قناتكم المفضلة. شكرا لك أخي الكريم، الحقيقة من خلال هذا البرنامج نحب أن نطمئن عليكم، ما الذي كيف مر عليكم العيد؟ ما هي الأجواء الآن في محافظات تعز؟
يا أخي الكريم، نحن اليوم في العيد 26 سبتمبر، يوم القضاء على الاستبداد، يوم القضاء على الظلم، يوم القضاء على الجهل. نحن نستمد قوتنا من هذه اليوم، من هذه اليوم المجيدة الذي قضت على الإمامة وقضت على الجهل وعلى التخلف. كما أننا في المقاومة، كما أننا في المقاومة، نستمد قوتنا أيضا من هذه الثورة، ثورة 26 سبتمبر المجيدة. اليوم نحن في جبهات القتال، ونحن في صاد هذه الذكرى نهني الشعب اليمني، ونهني أبناء المقاومة، ونهني أيضا أبناء تعز الثوار الذين صمدوا صمود الرجال، الذين علموا العالم أيضا مع الصمود، وعلموا كل محافظة اليمن معنا تعز. وين هي تعز؟ تعز يا سيدي هي الصمود، تعز هي العزة والكرامة، تعز إماعة السماء التي لا تفسرها الهواء ولا تفسرها الكتاب، تعز اسم مفتوح على الأبدية ولا يمكن وضعه بين كلمتين أو قلتين. تعز يا سيدي الكريم، يا أخي، تعلم الناس اليوم مع القوة والكرامة والشهامة والصمود. يا أخي، اليوم كما نحن نجيد فن الكتابة وفن التعلم والثقافة، نقول للحرزة وللعباسيين والمتحوثين أننا اليوم نعلمهم دروس في المقاومة، أننا نعلمهم دروس الصمود، أننا اليوم مستعدون إلى أن نحاربهم جميعا، وأن نصل حتى مذان تعزم تقف في الحوبان وفي حدود الحوبان سنقف في سالة في جبل مذان، ونقول لهم موتوا أيها القتلة، لن تعيدونا إلى ما بعد 26 سبتمبر. لقد قدم ثوار الأحرار أبناء الثورة في 26 سبتمبر، قدموا أرواحهم غالية رخيصة من أجل قضاء الجهل والاستبداد. لن نعود إلى الوراء، لن نعود إلى الوراء شبرا واحدا، ولن نعود إلى ما بعد 26 سبتمبر. اليوم يا أخي، المقاومة ثابتة ثبوت الجبال. اليوم المقاومة تلقن هؤلاء الحرزة دروسا لن ينسوها عبر التاريخ. نعم، هذه هي تعز من بقية حصار عن صنعاء، وتتبقى حصار عن صنعاء إن شاء الله، وستحررها أبناء تعالى الشرفاء. اليوم يقاومون بكل بتارة ويتحدون كل من تسوي له نفسه أن يتجرأ على تعز أو على حب أو على الجوف أو على مارب، فينتقمون أبناء تعز بكل المحافظات إن شاء الله بإذن الله. نعم أخي الكريم، يعني خلينا في هذه التغطية نتحدث عن الجو العيدي الذي مر على محافظة تعز، وهي تعيش هذه اللحظات المؤلمة والفارقة التي يدمر فيها الحوثي وصالح كل شيء جميل في هذا الوطن. خلال يوم العيد وثاني العيد واليوم ثالث عيد، نحن نتابع الأخبار باستمرار، وهنالك يعني لا زال قصف مستمر على الأحياء السكنية، على المواطنين، على الأطفال، على النساء، على الشيوخ بشكل عشوائي. حصل ذلك حتى أثناء صلاة العيد في محافظة تعز، يدمرون كل شيء في محافظة تعز. في هذه الأثناء كانت التكبيرات في المساجد، كان الناس يخرجون للصلاة، في هذا الوقت كان قصف شديد على محافظة تعز. أقصد أخي الكريم، يعني ما هي مشاعر المواطنين؟ كيف تقبل المواطنين هذا الأمر؟ كيف كان وقع هذا الأمر على نفوسهم خلال فترة الثلاثة الأيام من عيد الأضحى المبارك؟ طيب، الاتصال انقطع. نحتفل اليوم مشاهدينا الكرام بذكرى ثورة اليمن السبتمبرية، ونحن نعيش واقعها الحقيقي من خلال مقاومة الانقلاب الحوثي وما يحدث في هذه المرحلة الشائكة من تاريخ البلد. ما يحدث اليوم يعتبر مخاض أليم يؤدي إلى ميلاد جديد لثورة 26 سبتمبر، كما ذكر الأخ وهيب الآن من جبهات القتال في محافظة تعز. ها نحن اليوم مشاهدي الكرام سبتمبريون نقاوم الظلم والاستبداد، ونرفض الانقلاب، ونحرر اليمن من الكهنوت الحوثي ومن أعوانه الظلاميون، لنحافظ على ثورة سبتمبر ولنمضي على درب شهداء ثورة 26 سبتمبر الأحرار. دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال. مشاهدينا الكرام، عبد الملك من محافظة تعز. عبد الملك من أين؟ من مارب. طيب، السيد عبد الملك من جبهة الحصب من تعز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي عبد الملك.
أهلا وسهلا، حياك الله أخي الكريم، سعيد بتواصلك. واليوم نحن في هذه التغطية نحاول قدر الإمكان أن نلامس ما يحدث في تعز الآن من مشاعر مؤلمة تجاه ما يحدث من اعتداء غاشم على أبنائها وعلى أطفالها، وقصف عشوائي على المدينة من كل الاتجاهات في وقت يفترض أننا نعيش فرحة وابتهاج بعيد الأضحى المبارك وبعيد 26 من سبتمبر. صف لنا الأجواء الآن في ثالث أيام العيد من محافظة تعز. اليوم الأجواء يعني هادية، لكن في الأيام الماضية كانت ملتهبة جدا ومؤلمة. كانت الأم تخرج لشراء ملابس أبنائها فتعود بالملابس ولا تعود بابنها جراء القصف العشوائي على الأسواق والأحياء السكنية والشوارع العامة، فتعود بالملابس ولا يعود الطفل. هناك يعني أناس من المارة يمشون في الشوارع آمنين لقضاء حوائجهم فيقنص، والمسعف الذي يريد أن يسعف هذا الرجل الذي قنص أو ضرب من قبل الميليشيات يقنص أيضا ويستشهد. وهذه المظاهر تتكرر يوميا ليلا ونهارا. يعني نحن في وضع مأساوي للغاية. نعم، أنت في جبهة الحصيب عبد الملك، يعني صف لي الآن يعني مشاعر المقاومة، الشباب الموجودين الآن في هذه الجبهة، كيف انعكس هذا الأمر أو هذا الاستهداف عليهم؟ هل أثر على نفسياتهم؟ هل أثر على حماسهم؟ هل هم يعيشون يعني بنفس الحماس أم أن هنالك يعني بعض الانكسار خلال هذه الفترة المؤلمة يعني من بداية ثالث أيام العيد حتى اليوم؟ طبعا المقاومون الشباب في الجبهات جميعهم ارتفعت معنوياتهم وزاد حماسهم جراء ما يحصل لإخوانهم المدنيين. زرناهم يوم العيد وثاني أيام العيد وكل يوم، ونحن ننزل إلى الشباب وإلى الجبهات فنجد أن حماس هم الذين يعطون الحماس. نريد أن نرفع من معنوياتهم، فإذا بنا نأخذ دروس في المعنويات، نأخذ دروس منهم في رفع الحماس، لأنهم خرجوا وأقسموا على أنفسهم أن لا يعودوا إلى بيوتهم إلا وقد انتصروا لدماء الأبرياء ودماء الشهداء من أبناء تعز ومن أبناء اليمن قاطبة. نعم، طيب أخي الكريم، الآن هنالك يعني مناطق سيطر عليها المقاومة في تعز، وصلتنا أخبار عن سيطرتهم على هذه المناطق، لكنهم يخشون إذا استهدفوا الميليشيات من خلالها أن يصيبوا الآمنين والسكان، وهم حذرين من هذه المسألة، يحاولوا قدر الإمكان ألا يستهدفوا الميليشيات التي بجانبها أحياء سكنية في الوقت الذي كان الانقلابيون والميليشيات من خلال هذه الأماكن تقصف كل مكان في محافظة تعز. المقاومة تحافظ على أخلاق المواجهة وعلى أخلاق الحرب في الوقت الذي الميليشيات لا تراعي كل هذا، ويعني تلفظ من حسابها كل معنى لأخلاق الحرب. إذا تحدثت عن هذه المفارقة وخاصة في جبهة الحصب، ما تعليقك؟ طبعا في زيارتي لجبهة من الجبهات التقيت برجل يعني في 60 أو 70 من عمره يسكن في بعض المناطق، وأسأله ما الذي أبقاك في هذا المكان الذي يعني تحت سيطرة المقاومة وهو عرضة للضرب وللقصف وللكذا من قبل الميليشيات. فقال يا ابني أنا أبقى مع هؤلاء وأكون من ضمن المقاومين، وإذا أموت أموت شهيد ولا أبقى تحت سيطرة الحوثيين وإن كانت آمنة، لأن المقاومة أعلم. المقاومة لا تضرب الأحياء السكنية التي يسيطر عليها الحوثيين، لأنها تعرف أن في هذه الأحياء من أبناء البلد ومن إخوانهم المواطنين فيتجنبون الضرب عليها.
لكن انا افضل ان ابقى مع المقاومه وبالمناطق التي تسيطر عليها المقاومه وعلى الشهيد، ولا ابقى تحت سيطره الحوثيين. اولئك الظلمه، اولئك الفسد، اولئك المعتدون. يعني المفارقه ان المقاومه بشكل عام تعرف ان البلد هو بلدها، وان المواطنين هم اهلها، وهم يعني اقاربها، وهم يعني من اخوانها. فلا تضرب الاحياء التي تسيطر عليها الحوثيين مهما كان، وتتلقى الضربات تلو الضربات ولا ترد عليها، لانها تعرف ان في هذه الضربه هم يتحصنون بمساكن المواطنين، هم يتحصنون بمنازل الناس الابرياء، وفي مظاهر كثير يعني للابتزاز، يدخلون المنزل فيقول ويعرف ان الطيران سيستهدف تجمعاتهم اذا كانت في هذه المنزل، ويسلمون بعض المواطنين بمبالغ ماليه باهظه لكي يخرج من المنزل، ويستلمون مبالغ كبيره ثم يعود يخرج يوم او يومين ويعود مره اخرى. هم يعني ليس لهم عهد ولا ميثاق، هم يكذبون ويمارسون الكذب. هذا عندهم يعني طبيعه او كانهم من دينهم او لا ادري ماذا اقول عنهم. فهذه حالتهم. المقاومه لهم مبادئ. عبد الملك اخي الكريم، انا اشكرك شكرا جزيلا، تحيه لك ولكل الشباب في جبهات القتال، كل الشباب، كل الرجال في ميادين البطولة، في ميادين الشرف، في ميادين الكرامة، الذين يدافعون عن أرض هذا الوطن ضد هذه الميليشيات التي تدمر كل شيء في هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، أغلبية الشعب اليمني لم يعايشوا ولم يعاصروا عهد الإمام التي قامت ثورة سبتمبر للقضاء عليه، لم يعرفوا حقيقة ذلك العهد المظلم وذلك النظام المستبد الذي جعل أحرار اليمن يثورون عليه. ولكن الانقلاب الحوثي الآن الذي مر ليدمر كل المحافظات الجمهورية ويعثو فسادا فيها، يعني والذي تقريبا له الآن يعني مدة عام، جعل اليمنيين يشاهدون عصر ما قبل يوم 26 من سبتمبر، الذي يجعلهم يدركون بالضبط ما الذي كان يحدث قبل 26 من سبتمبر. جعل الناس يروا ذلك العهد رأي العين، ويعايشونه معايشة الواقع، ويدركونه تماما إدراك الحقيقة. الانقلاب الحوثي اليوم يعتبر مجرد ريبورتاج ممنتج يعرض لأبناء اليمن مشاهد العصر الإمامي قبل 53 عاما. كان قبل قليل الأخ يعني عبد الملك يتحدث عن ما يقومون به الحوثيون في محافظة تعز من استهداف للمدنيين، ومن نهب، ومن سرقة، ومن كذب، ومن مداهمة للمنازل، ومن تخويف للآمنين. وأنا يمر في ذاكرتي ما درسناه وما قرأناه عن ما قبل ثورة 26 سبتمبر. ما حدث قبل 26 سبتمبر والذي جاءت من أجله ثورة 26 سبتمبر يتكرر الآن بمعظم تفاصيله، ومع اختلاف القليل من التفاصيل فقط. مشاهدينا الكرام، سأذهب إلى فاصل قصير، أعود بعده ليستمر هذا التواصل مع جبهات القتال في ميادين الشرف. ومن كان خوانا فضحناه في الملأ، ومن ظن أن النصر يلبس زنة أريناه كيف النصر يأتي مبنطلا. Shut up.
البشر الأرض لي جنة ومن تحت لها يا البطلون وإحنا استحقنا للركاب يا البطلون وإحنا استحقنا للركاب نحمي كرامتنا كرامتنا لها وإحنا رجال السلم والعلم والقلم تعز حرة لا تهان. ستظل هذه العبارات خالدة في صدور كل اليمنيين، وستظل لعنة الله والتاريخ والناس أجمعين تلاحق ذلك المسخ الذي يدمر كل الوطن اليوم انتصارا لنفسه ولعائلته. اليوم نحن نحتفل بذكرى 26 من سبتمبر وبثالث أيام عيد الأضحى المبارك. تحدون اليوم مشاعر مختلفة، مشاعر فياضة، أحاسيس مختلفة، اشتياق عظيم وحب عميق وولاء مقدس. اليوم ينتابنا شعور قوي نتمسك من خلاله بأهداف ثورة 26 من سبتمبر، وهذا ما سيجعل احتفالنا اليوم بذكراها ليس كاحتفال أي عام من الأعوام السابقة، لأنه يحمل نكهة مختلفة، نكهة أخرى، إحساس آخر، مذاق آخر، يحمل نتائجا إيجابية تجاه الثورة التي ولدت طابعا مختلفا في نفوس كل أبناء هذا الوطن. هذه الأهداف التي يؤمن بها والشعب الذي يدافع عنها هي حقيقة اليوم راسخة في قلوب كل اليمنيين، رأيناها رأي العين، ما عادت مجرد أهداف 26 سبتمبر فقط، مجرد أهداف قرأناها في الكتب. اليوم شعرنا بضرورة أن تكون واقعاً على الأرض حتى نتخلص من هذا الظلم ومن هذا القهر الذي يمارسه هذا الامتداد لذلك الكهنوت الذي كان سبباً في ثورة 26 من سبتمبر. عادل عبد العزيز من جبهة وادي الدحي في تعز، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عادل عبد العزيز، سعيد جدا بأن أتواصل معك في ثالث أيام العيد ونحن نعيش ذكرى 26 من سبتمبر، هذا العيد الخالد في قلوب كل اليمنيين والذي يعني اليوم نستقبله بشعور مختلف وبطريقة مختلفة ونعيش تفاصيله في الواقع وليس مجرد احتفالات على شاشات التلفزيون. أستاذ عادل عبد العزيز، أولا طمنا عليك وعلى الجبهة في منطقة وادي الدحي. والله أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، الصوت يا شباب، لإطلاعكم على، ارفع صوتك أستاذ عادل لو سمحت. أرضاء الجبهة. نعم. الحمد لله الوضع مستقر عندنا ويطمن الجميع أن الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أيضا بفضل الشباب المجاهدين المعارفين الساندين أكثر استقرارا من أي وقت وأي لحظة. نعم.
وما تبقى من مسافات للطرف الآخر هي مسافات تحت نيران مقاومتنا إن شاء الله. والوضع مطمئن جدا إن شاء الله. انتصارات سمعنا عنها في منطقة وادي الدحي، تقدم للمقاومة في هذه الأيام المباركة. أستاذ عادل عبد العزيز، قبل أيام أنا كنت أتواصل مع الشباب في مختلف الجبهات، وكان كنت أسأل يعني بعض الجرحى عن يعني ما الذي حدث لهم، كيف تم جرحهم. والحقيقة سمعت كلام يعني أثر فيا كثيرا، والشباب يتحدثون عن قلة الدعم فيما يتعلق بالإغاثة الصحية أو الطبية. طبعا هذا موضوع مهم جدا، ناقشناه كثيرا مسألة الإغاثة الطبية، لكن ليس هو موضوعي الآن. لكن الذي أثلق صدري أن الشباب متألمين أنهم لم ينالوا حقهم من العلاج ليستطيعوا العودة إلى ميادين الشرف والعودة للمقاومة. يعني الذي حدثني على الهاتف كان مش زعلان لأنه لم يتلقى العلاج، كان زعلان أنه إذا لم يتلقى العلاج سريعا فهذا سيجعله يتأخر في العودة إلى الميدان. يعني كيف تعلق على هذا الرد؟ والله بالنسبة لهذا الموضوع، الجانب الصحي والإغاثة الإنسانية العاجلة، المحافظة بأكملها بأمثل الحاجة إليها، سواء من كانوا في الجبهة أو من لم يكونوا في الجبهة. فهؤلاء الشرذمة الخارجة عن الشرعية والخارجة عن القانون والدستور والسلطة هي تستهدف الجميع يعني. وكثير من الأبرياء والجرحى والشهداء الذين يتعرضون يوميا للقصف المدفعي عن بعد لهذه المدينة الصامدة حقيقة يعانون معهم من العلاجات، لأن المدينة محاصرة عن بعد، وهذا الحصار مفروض منذ 5 أشهر. وأنا قبل اتصالكم بحوالي دقيقة لدينا شخص أنس في تلك الأماكن التي نواجه فيها بالأمس. حقيقة إلى الآن ونحن نبحث عن بعض العلاجات الخاصة به يعني لم نجدها، فنناشد المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية بسرعة الوصول إلى محافظة تعز، وإن كان هناك بعض المنظمات وكذا لكن تعمل في إطار محدود، ما زالت المحافظة يعني منكوبة لهذا الجانب، في هذا الجانب الصحي. أستاذ عادل، يعني منذ أشهر عديدة ونحن ننادي ونحن نناشد ونحن نطالب هذه المنظمات وهذه الهيئات، ونطالب رئاسة الجمهورية، ونطالب دول التحالف بإنقاذ تعز بسرعة التواجد في تعز. يعني تعز تمر بمرحلة يدمر فيها كل شيء كما قلت قبل قليل، أيضا ليس هنالك حتى يعني أدنى حد من الإمكانات الطبية. لماذا لا يسمع هذا النداء؟ لماذا هل 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 يعتبر تخاذلا عن إنقاذ تعز؟ هل هناك أمر يعني آخر من خلالك ممكن أعرفه كونك قائد ميداني؟ يعني لماذا كل هذا، يعني لماذا غض الطرف عن التواجد حتى على الأقل الإنساني لهذه المنظمات؟ يعني إذا كانت الدولة تبرر هذا التأخير ربما بشكل آخر له سند سياسي آخر، نحن نتحدث الآن عن الإنسان. حتى الدولة الإغاثية غير موجود، ما هي المبررات التي تقدم لكم حين تسألون؟ والله بالنسبة لهذا الوضع أيضا نحن يحيرنا هذا الجانب حتى الآن يعني. وحقيقة يضع علامة استفهام حول هذا الجانب يعني. يعني ما الذي يعيقهم عن هذا الأمر يعني؟ الإغاثي الإنساني المتعارف عليه دوليا يعني، ما الذي يعيق المنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المدني؟ حقيقة شيء يستغرب له الجميع يعني. مدينة من أكبر المدن بالجمهورية اليمنية، وقرابة سكانها يزيد ربما على 3 مليون نسمة، لا ندري من أين. إحنا وصلنا إلى مرحلة حتى الماء يعني نحاصر حتى في الماء في مياه الشرب يعني. لكن مع هذا كله نحن صامدون ونحن سنستمر في نضالنا ومعركتنا مهما كان الأمر. نحن ما يأتي من يوم إلا ونحن نتقدم أيضا ونحقق تقدم، وهذا التقدم إن شاء الله سيستمر،
ولن حقيقة نيأس أو نرجع إلى الوراء قيد أملا. نحن إن شاء الله لدينا شباب حقيقة رفعوا رؤوسنا وهم مستعدين لولا التعليمات التي تأتي إليهم أن لا تنطلقوا يعني ردة فعل أو كذا، فهم عندهم استعداد أن يتقدموا إلى أماكن أخرى، لكن نحن حفاظا على أرواحهم نريد السلاح النوعي أن يصل إلينا. أستاذ عادل عبد العزيز أخي الكريم أنا أشكرك شكرا جزيلا، أستاذي الفاضل الأستاذ عادل عبد العزيز، هذا الرجل الذي أعرفه منذ فترة طويلة، كان يعني أستاذي إلى فترة قريبة جدا، أنا أشكره شكرا جزيلا، هو الآن في ميادين البطولة في ميادين الشرف في تعز، تحية إجلال وأكبار لك ولكل المجاهدين ولكل المتواجدين الآن في ميادين البطولة. الأستاذ عادل عبد العزيز شكرا لك من جبهة وادي الدحي. مشاهدينا الكرام كما قال لا زالت تعز تواجه وبأبنائها كل هذه الآلة التدميرية التي تدمر تعز دون نصرة من أحد، كل هذا الحقد الدفين وخيار الانتقام الذي لا زال ماثلا أمام علي عبد الله صالح وأمام عبد الملك الحوثي، هذا الانتقام الذي اليوم أصبح واضحا من خلال استهداف الأبرياء، من خلال استهداف المناطق السكنية التي ليس لها علاقة بأي مواجهة. اليوم الصراع يتحول إلى صراع وجود، لكن أبناء تعز لا ينتظرون نصرة من أحد ولا موقفا من أحد، هم وحدهم من يستطيعون أن يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن هذا الوطن. أبناء تعز اليوم يصنعون من جماجمهم ومن أشلائهم بروقا شامخة، أبناء محافظة تعز اليوم تتحول دماؤهم إلى سقيا للحياة، أبناء تعز اليوم يصنعون من صدورهم ومن أشلائهم أسفارا تكتب عليها ملاحم البطولة ومواثيق الصدق، حتى يقول الذين قدموا إلى ربهم اللهم قد أعذرنا. مشاهدينا الكرام نحتفل اليوم بذكرى ثورة 26 سبتمبر، ونحن ندرك الإدراك التام ونحمل اليقين الكامل الذي يتمثل في مدى أهميتها وأهمية قيامها، الانقلاب الحوثي الذي حمل نموذجا لعهد ما قبل الثورة متمثل بالنظام والاستبداد والفساد، أكد لنا اليوم أن تلك الثورة قامت من أجل الحرية، قامت من أجل الكرامة، قامت من أجل العدالة والحرية. نحتفل اليوم بذكرى تلك الثورة ونحن نعاني من خطر الحكم السلالي ذو التمييز العنصري المقيت، ولكن ذلك يؤكد لنا أكثر أن أهداف الانقلاب هي مخالفة ومحاربة لأهداف الثورة السبتمبرية التي يعد أحد أهدافها هو تحقيق المساواة وتحقيق العدل بين جميع أبناء هذا الوطن اليمني وإلغاء التمييز بين الطبقات. هذا يجعلنا اليوم نبحث عن المواطنة المتساوية وعن وطن لا يفرق بين الأسود والأبيض، بين السيد والقبيلي. مشاهدينا الكرام لازلت معكم على اتصال، إذا كان لدي اتصالات أيضا نطمئن من خلالها على شباب المقاومة في محافظة تعز أو في مأرب أو في البيضاء. طيب إذن المخرج يشير إلى ختام هذه الحلقة، إذا كان الإماميون اليوم قد أعادوا إنتاج أنفسهم بوجوه جمهورية وأدخلوا البلد في دوامات متلاحقة من العنف ومن الأزمات، ليس ذلك مبررا أبدا للوم ثورة 26 سبتمبر العظيمة وتحميلها أوزار هؤلاء اللصوص لصوص الأوطان، بل يجب ألا ننسى فضل الرعيل الأول من أحرار اليمن، كما يجب أن نجدد أيضا العهد في الذكرى أو في كل ذكرى للسادس والعشرين من سبتمبر أننا ثابتون على ما أرادوه أولئك الأحرار مهما اصطنعت العصابات الإمامية دوامات العنف ودوامات الأزمات وأجهضت أحلامنا. علينا أن نعرف أن السنن التاريخية في تطور الأمور بعد الثورات تعيد نفسها في اليمن كما حدث
في كثير من الشعوب التي نالت حقوقها بعد موجات من الثورات المتلاحقة، وما فرنسا إلا نموذج يعيد نفسه اليوم. اليمن ماضي في طريق التغيير، وانكشفت الوجوه القبيحة لأعداء الثورات ومختطفي أحلام اليمنيين. ليست يعني ما يحدث اليوم ليس إلا بشارة الذروة في العسر الذي بعده يسر، قسما أننا ثابتون على ما أراده شهداء ثورتي 26 من سبتمبر والحادي عشر من فبراير، فإما أن يتحقق لنا ذلك أو ندفع حياتنا كفارة لذلك. أراكم في تغطية قادمة، إلى اللقاء. سلم على أحبابك ولك وأصحابك، سلم على أحبابك ولك وأصحابك.